يبدو أن الكثير من الناس مهتمين بالجالكسي A30S وبدهم يشوفوا أداء هذا الجهاز وكاميرا هذا الجهاز بطارية هذا الجهاز، فأجتني طلبات كثيرة يا سيزار اعمل ريفيو عن هذا الجهاز لو إشي سريع، فخلنا نشوف هذا الفيديو ورأيي عن هذا الجهاز بسرعة. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز، أهلا وسهلا بالجميع. بدي أذكركم اشتراككم بالقناة، عمل لايك، كتاب التعليق وتشير أو مشاركة هذا الفيديو دعم كبير وقوي للقناة، فجزاكم الله خير، ادعموا هذه القناة. أنا شخصيا بعتبر الجالكسي A50S أو الجالكسي A50، جالكسي A70S A70 والM30 M30S هدول أجهزة من سامسونج متوسطة وبصراحة أجهزة رائعة، لكن الجالكسي A30S ما اعتبرته متوسط، فلذلك ما عملتلوش مراجعة، ولكن حسب طلبكم بدي أشوف كيف أداؤه، يعني بدي أجرب هذا الجهاز، فقلت أوكي بجرب الجهاز من ناحية أداء، بجرب الجهاز من ناحية كاميرا، وبعطيكم إيش طلع معي، فهذا فعلياً اللي صار واللي جربته وطلع معي، فخليكم معي لنشوف. بدي أبلش أول إشي قبل الأداء بالتصميم، لازم أحكي عن التصميم، لأنه هذا الجهاز بصراحة التصميم تبعه جميل جداً. يعني الشيء اللي بده يخليك تشتري هذا الجهاز اكيد حيكون التصميم، هو من البلاستيك، ولكن زي ما حكيت سامسونج بتعرف تعمل اجهزه شكلها جميل جدا، الشكل حلو، عاملين فيه خطوط، هاي الخطوط بتعمل انعكاسات للضوء تعطيك يعني تجربه جميله. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، الجهاز كثير نحيف والنحافه هاي بتعطيه ايضا جماليه. الشغله الثالثه، الحواف حوالين الشاشة كثير كثير، الحواف صغيرة جدا حوالين هاي الشاشة، برضو أعطت تجربة يعني عن جد لما بتمسك الجهاز قبل ما تعرف شو هو بتحكي إنه هذا الجهاز بريميوم، فعليا إحساس هيك، حتى مع إنه الجهاز يعتبر أقل من فئة متوسطة. فبالنسبة للتصميم أنا بصراحة بعطيه علامة عالية لأنه عجبني كثير. بالحديث عن الشاشة، أيضا الشاشة بصراحة ممتازة، الشاشة سوبر أمولد، صحيح HD لكنها سوبر أمولد، ما اعتقد انك راح تقدر تميز لما بتحضر محتوى والله انه هاي فول اتش دي ولا اتش دي، لانه التجربه حلوه. السوبر أمولد بتعطيك الوان مشبعه، واللون هذا اللي بتشوفه للعين بيكون مريح وجميل، فالتجربه فعليا ايجابيه جدا مع هاي الشاشه. هي 6.4 انش، بتعطيك 268 بكسل لكل انش. نظام التشغيل اللي هون هو اندرويد 9.0 عليه ال1 يو اي 1، رح يصلوا تحديث لكن لسه مش محدد متى فترته. بشكل عام تجربة الجهاز ونظام التشغيل كيف التطبيقات شغالة جيد جدا، ولكن إذا كان أنت عندك جهاز أعلى من هاي الفئة وجيت على هذا الجهاز ممكن تحس إنه الجهاز أبطأ، هو فعلا هذا اللي بيصير معك. أنا شخصيا بستخدم الأجهزة العالية، لما بستخدم النوت 10 بلس وأجي أستخدم هذا الجهاز أكيد تجربتي بسرعة بتختلف، فهذا الشعور موجود إذا أنت جاي من جهاز أعلى. إذا أنت جاي من جهاز أقل راح تشوف لا والله الجهاز هنا لطيف وأداؤه لطيف، فحسب أنت من وين جاي. موضوع البصمة بدي أحكي عنه بسرعة، البصمة هون داخل الشاشة، كثير ناس بحبوا هاي الشغلة، ليش؟ لأنها بتمثل التقنية الحديثة، أنت ماسك جهاز وعلى الشاشة بتبين البصمة، فعليا الناس يعني بيعطيهم شعور اللي الواو إفكت، عرفتوا هذا الشعور؟ أنا شخصيا لا، أنا بصراحة البصمة في الأجهزة المتوسطة بفضل تكون إما على الجنب وإما خلف، بصمة حقيقية، البصمة العادية الكلاسيكية اللي متعودين عليها، لأنها أدق لأنها أسرع. فأنا يعني بالجالكسي M30S كثير مستمتع مع البصمة إنها في الخلف، مش مع البصمة في الشاشة مع الأجهزة المتوسطة، هذا رأيي الشخصي بصراحة. شغلة ثانية لسه بدنا نحكي عن الشاشة كنت كثير حاب أشوفها ما لقيتها هون، سامسونج معروفة بموضوع الـ Always On Display، يعني سامسونج لما بتصنع السوبر أمولد بتخليك تستغل الشاشة بأفضل الطرق، بأكثر الطرق وفر للطاقة اللي هي باستخدام ميزة أو تقنية الـ Always On Display. هاي أنا بحبها كثير ودائما بستخدمها لأنها مريحة لأنها عملية. هنا مع أنه عندنا سوبر أمولد مش موجودة، هل يا ترى ممكن نشوف هذا بتحديث؟ والله أتمنى ذلك. طبعا سامسونج أكيد عندها أسبابها ليش هاي الميزة بتحطها بالأجهزة الأغلى، يعني هي لما تقدم لك جهاز أغلى من هاي الفئة بدها تعطيك ميزات إضافية، وهذا إشي منطقي وطبيعي، بس أنا بخلص تعرف الإنسان طمع بحب يشوف الأشياء الكويسة دائما في كل إشي، فأنا بصراحة بحب أشوف الـ Always On Display. هسا بدنا نحكي عن الأداء. المعالج اللي هون هو الإكسينوس 7904، 8 نواة، عنده نواتين بتردد 1.8 ونواتين بتردد 1.6. هل هو أسرع معالج؟ أكيد لا. أنا بالنسبة لي يعني الأداء بعتبره جيد بشكل عام،
لكن اللي فاجأني في الموضوع أنا يعني متوقع إنه بصراحة حتى ما فكرتش أنزل عليه ألعاب، بعدين قررت لا بدي أنزل ألعاب، وكنت بدي أنزل ألعاب اللي هي الألعاب الخفيفة، لو نزلت ألعاب خفيفة الأداء هنا حيكون ممتاز مش جيد ممتاز، بس أنا حكيت لا بدي أنزل لعبة أنا بحبها كثير وهي ثقيلة كثير، هي مناسبة للأجهزة الغالية، فنزلت أسفلت لاين وتوقعت صراحة يكون أداء سيء جدا، لكن فاجأني الأداء إنه اللعبة رحت أنا حط بالسيتينجز حطيتها على أعلى إشي عشان أتعب الجهاز على الآخر، ولكنه تحملها يعني أعطاني أداء مرضي بالنسبة لي على هيك جهاز على هيك مواصفات على لعبة عالية جدا، أعطاني أداء مرضي. فصراحة الأداء هون بالنسبة للألعاب فاجأني، راح تقدر تلعب ببجي، راح تقدر تلعب أسفلت نايت، بس خلي الإعدادات على المتوسط وإلعب. طبعا راح يدعم الألعاب إنه في عندك ساعة تخزينية 32 جيجا مع 3 جيجا بايت رام أو 64 جيجا مع 4 جيجا بايت رام، كل واحدة بسعر. طبعا إذا مش عاجبك هاي الساعة في عندك كالعادة من سامسونج SD كارد، هذا الدعم ممتاز جدا لأنه بيدعم هون لحتى 1 تيرا بايت، ومش بس هيك الاس دي كارد هنا إلها مكان مخصص، مش هي مكان شريحة، لا هي لها مكان مخصص أمورك تمام. هلا نحكي عن الكاميرا، يعني بالنسبة لموضوع الكاميرات هنا ما لازم نتطلع على الكاميرات إنه يا شو الأداء واو ولا مش واو، إحنا بنحكي عن جهاز أقل من متوسط، الأداء اللي بدك تتوقعه هون بده يكون مناسب لهاي الفئة. الكاميرا الأساسية 25 ميجا بكسل بفتحة F1.7، هذا إشي ممتاز. الكاميرا الثانية ألترا وايد 8 ميجا بكسل 13 ملم اللي هو البعد البؤري تبعها، وهذا إشي ممتاز رح أحكي عنها إن شاء الله. وعندنا كاميرا 5 ميجا بكسل اللي هي لقياس العمق. بالنسبة للتصوير أنا بصراحة التصوير الفوتوغرافي بعطيه درجة جيد، يعني مرضي تماما بهاي الفئة للكاميرا الأساسية. الكاميرا العريضة رح تخف الجودة لما بتستخدم الكاميرا العريضة، ولكن رح يعوض هذا الموضوع إنه فعليا الكاميرا العريضة فعلا عريضة بتأخذ، يعني انا بصراحه عجبني الكم اللي قاعد باخذه بالصوره الواحده، وحتشوفوا صور انت وانا بحكي معكم صور عاديه وصوره بالكاميرا العريضه، يعني ما كنت اتوقع انه تعجبني الكاميرا العريضه، لانه بالعاده بالاجهزه الاقل من المتوسطه الكاميرا العريضه بتكون شوي فيها اللي هو الديستورشن، لكن هون عجبني الجوده يعني جيده، اداء الكاميرا بشكل عام جيد بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي، في شرط واحد انه تكون الاناره جيده، اذا الاناره مش جيده ما راح تاخذ اداء مرضي، تذكر هذا الموضوع. هلا بالنسبه للفيديو ما في تثبيت بصري للاهتزاز في الفيديو، فشوفوا التجربه انتم وبعدين بنحكي. حاليا انا بصور من الكاميرا الخلفيه ايضا بدقه فل اتش دي، مثبت التليفون بيدي الاثنتين، مش عارف اذا بحكي عربي صح ولا لا، هيني ماشي بحاول بشوف كيف بجرب بايد وحده، طبعا على شاشه الموبايل مش دائما بتعطيك النظره الصحيحه عن اداء الفيديو، فلذلك راح استنى لما اوصل البيت وهناك بشيك وبعطيكم رايي كامل ان شاء الله. بس بدي ارجع اذكركم انه هاي الفئه من التليفونات يعني ما بتكونوا تتوقعوا انتوا والله اداء خرافي، اذا التليفون اعطاك اداء مرضي عجبك يعني انت على عينك عجبك هذا يكفي، هذا فعلا يكفي ويكون كافي انه تقول والله انه هذا الفيديو جيد. زي ما شفتوا هذا الفيديو فول اتش دي، فعليا انا يعني الاهتزاز مبين اكيد ما راح تقدر تخبيه، لو ثبت ايدك قد ما بتقدر حيكون في اهتزاز. بدك تستخدم وتصور فيديو بهذا الجهاز اشي مثلا يكون مرتب، بدك تثبت هذا الهاتف على ترايبود على عمود وتثبت التليفون. ومن ناحية الدقة وجودة الألوان أنا بعطيها جيد جدا بالنسبة للفيديو. أما الكاميرا الأمامية فهي 16 ميجا بكسل بفتحة F2.0، تقدر تصور فيديو فول اتش دي. بالنسبة للصور يعني اللي هي الفوتوغرافي ناعمة، الحدة فيها قليلة، فبعطيها درجة جيد من ناحية الأداء. أما بالنسبة للفيديو بصراحة حسيت الفيديو أفضل، يعني أنا بقدر أصور صحيح في اهتزاز أكيد وما في تثبيت، بس تثبت إذا كويس تأخذ جودة لا بأس بها من الكاميرا الأمامية فول اتش دي. صباح الخير أصدقائي، مالي بصور من كاميرا جالكسي A30S، حاول أجيب يعني أشياء متنوعة من ناحية الألوان حتى أشوف كيف بهندلها. هلا بدنا نمشي شوف كيف وضع الفيديو الأمامي، الكاميرا الأمامي طبعا الدقة اللي أنا مصور فيها فل اتش دي، في عنده خيار اتش دي
بس انا يعني بفضل دائما اصور فل اتش دي، هي الجوده اللي بتناسبني. ف اكيد لما ارجع على البيت اشيك على الفيديو من الكمبيوتر حيبين معاي وضعيه الفيديو. مبدئيا انتم شايفين الكاميرا الاماميه، ان شاء الله انه تكون كويس يعني ان شاء الله. هذا رايي عن الكاميرا، وهذا يعني يا ريت نقدر نتعود نعرف انه الكاميرات حسب الفئات اللي فيها، فئة متوسطة، فئة أقل من المتوسطة، فئة فوق المتوسطة، في فئة رائدة، يعني في اختلاف بالفئات. كل ما أنت اختلفت بالفئة أداء الكاميرا بيتغير، فخليها هاي ببالك. أشياء حلوة بهذا الجهاز إضافية، فتحة 3.5 موجودة، وهاي مهمة جدا بصراحة. ليش؟ لأنه تجربة الصوت بالسماعة اللي هون بعتبرها متوسطة، فممكن تعوض هذا الموضوع أنك تشبك سماعتك بال 3.5 وبتأخذ تجربة ممتازة. في عنا ايضا بلوتوث 5.0، في عنا USB Type-C وهذا شيء ممتاز، وعنا بطاريه 4000 ملي امبير. بصراحه ادائها ممتاز، بتكفيك يوم كامل بالراحه، هذا شيء ممتاز. الحمد لله انه الشحن مش 10 واط، 15 واط على الاقل، يعني اتمنى نشوف شيء اكبر من هيك، بس عندك شحن 15 واط. هذا كان رايي السريع وانطباعي السريع مع استخدامي اسبوع لهذا الجهاز. انتوا شو رايكم بالجهاز؟ وهل راح تشتروا جهاز من هذه الفئه ام عندكم خيارات اخرى من سامسونج؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. لا تنسوا تتابعونا على انستغرام. بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.